صح. رد بالك لصحتك، رد بالك لصحتك، الصحة ما عندها تمام. عرفيني دي صحة النش، الصحة النش لقرا وات منوزي. وصلنا مستمعينا مستمعات ديالنا الفقره اللي ردوا البال صحيحتنا وصحيحه حبابنا ووليداتنا. واليوم مستمعينا معنا الدكتور عمر رياش. عمر رياش اخصائي في امراض الجهاز البولي والتناسلي بشفشاون بمدينه شفشاون. غادي نتعرفوا على مرض البروستات، الانواع ديالها، الاعراض، علاج ديالو، طرق العلاج. دكتور عمر رياش مرحبا بك معنا في برنامج لاله فاطمه. مرحبا سيدتي. مرحبا. كي صبحتي يا دكتور؟ مزيان الحمد لله. كي داير الجو في شفشاون؟ مزيان مزيان الحمد لله، جو معتدل مشمس، امور مزيان الحمد لله. اللهم الحمد لله. الحمد لله دكتور. دكتور اسمح لينا خدينا من وقتك، بدا عندك رضا كيتسناوك وخدينا اليوم من وقتهم يسمحوا لينا حتى هما. واول سؤال، شنو هو البروستات؟ الناس اللي ما كيعرفوش شنو هو البروستات. نعم سيدتي، البروستات هذا سؤال مهم هذا، لان خصنا نحطوا اولا السياق فاش غادي نهضروا. البروستات هي واحد الغده، غده جنسيه. مهمه هذه القضيه، هذه غده جنسيه كتكون عند الراجل فقط لا غير، ما كتكونش عند المراه. كتكون غير عند الراجل هذه الغده. تماما، لان البروستات لان كنوقعوا ربما في هاد لا كونفيزيون او المغالطات. البروستات كنكرر هي واحد الغده جنسيه تقع اسفل المثانه، كاينه تحت النبوله، وعندها واحد الدور جنسي اساسي، بحيث هي اللي كتفرز ليا السائل المنوي. دونك هي اللي كتصور ليا السائل المنوي. يعني دابا هي هذيك الغده، والناس كيقولوا لها بزاف نبوله، هي ديك النبوله ماشي هي. لا نهائيا لا علاقه لها. دونك هذه مناسبه باش نتحوا هذه الامور. هذه النبوله كما قلت في المداخله السابقه، النبوله هي واحد الخزان بحال الجيب كيخزن البول باش الانسان كيقد يعيش الحياه ديالو طبيعيه، وفين كيتوصل الوقت انه يفرغها كيفرغها. اما بالنسبه للبروستات فهي غدة تقع اسفل المثانه، اسفل النبوله، تحت النبوله بالضبط، وهي القياس ديالها تقريبا بحال شي قرقعه. القياس ديالها هي قياس ديال شي قرقعه تقريبا، الا باش نبسطوا الرؤيه للمواطنين والمواطنات. والدور ديالها هو دور جنسي، بحيث انها هي اللي كتفرض ليا كنقرر السائل المنوي. غير هنا باش نفتح واحد القوس، كنقول السائل المنوي ماشي المني، لان كاين الحيوانات المنويه اللي كتفرض اللي كتصاوب ليا في الخصيتين. نعم. وكاين السائل المنوي، واحد السائل اللي كيغذي الحيوانات المنويه، لان الحيوانات المنويه بوحدها غير كافيه. داكوغ. والكل كيشكل ليا ما يعرفه بالمني. داكوغ. دونك باش ما ندخلوش باش ما نغلطوش في هذه المساله هذه. دونك السائل المنوي هو واحد السائل بين الاعضاء اللي كتفرزوا. كاينه البروستات اللي هي كنكرر غده، كاينه النبوله، وكتكون عند الرجال فقط لا غير. اشنو دكتور عمر الاعراض الاولى ديال بدايه مرض البروستات؟ نعم، بالنسبه للبروستات هي ممكن ان مجموعه الامراض تقيسها، باش نكون واضحين في هذه النقطه هذه. ولكن باش نبسط الصوره، هو المرض الاكثر شيوعا بالنسبه للبروستات هو التضخم الحميد ديال البروستات، وكاين الكونسير ديال البروستات او الكونسير ديال البروستات. هذو هما الامراض الاكثر انتشارا بالنسبه للمرض ديال البروستات. نبداو بالتضخم الحميد ديال البروستات، واللي كيتعرف المصطلح المغربي ديالنا بالشحمه. مثلا راجل كبير عندي الشحمه، او عندي الشحمه، هي البروستات، هو التضخم الحميد ديال البروستات. شنو هو التضخم الحميد ديال البروستات؟ هو واحد ارتفاع في الحجم ديال هذه البروستات. غير باش نذكر، البروستات هي واحد الغده كاينه تحت النبوله، ومنها كيدوز الاحليل، يعني داك القناه اللي كدوز البول باش كتخرج كدوز من وسط البروستات. هذا يعني الا كان شي تضخم، الا كبرات في الحجم ديال هذه البروستات، فبطريقه منطقيه غادي تسد ليا المسار ديال البول. غاتسدو نهائيا؟ ماشي نهائيا، في الاول كيبدا انسداد جزئي، والا ما تدخلناش كيولي نهائي. نعم. هذا بعباره اخرى، هذا الانسداد هذا كيكون ناتج على التضخم ديال البروستات. وباش السبب الاساسي ديال هذا التضخم هذا هو عامل السن. عامل السن. تماما، ابتداء من 50 سنه الرجال كيبقاو يبداو يعانيوا من هذا المشكل. ماشي كل الرجال، ولكن الاغلبيه كيبداو يعانيوا من واحد الصعوبه في التبول. كيعانيوا بالفعل دكتور الرجال اللي كيكونوا كبار،
يعني حالات كنت عاينتها انا في الوسط الاسري كتلقى انه مسكين كيتعذب باش يلا يتبول يعني واحد الصعوبه كثيره بزاف يعني زعما صراحه الله يحسنه هو اللي كيعاني من هذا المشكل. حيت الاشكال اللي كاين سيداتي في هذا المرض ديال البروستات هو اول كيقيس واحد الشريحه ديال الناس الكبار يعني نورمالمون بون ابتداء من 50 عام ولكن الاغلبيه الناس الكبار وحنا عندنا داك الهاجس ديال الحشومه تقريبا بالنسبه للجهاز البولي بالنسبه لنا واحد الجزء اللي ما خصناش نهضروا فيه مشكل وبالنسبه خصوصا بالنسبه للناس الكبار اللي ربما مازال عندهم هذا المشكل هذا تقريبا واخا يكون عندهم المشكل ما كيقدوش يهضروا فيه كيبقاو عايشين مع داك المشكل حتى كيتسبب لهم في مضاعفات تماما وحنا في الاغلبيه هما الابناء هما اللي كيجيبوا الوالدين ديالهم علاش لانهم كيلاحظوا بان الاب فين كيدخل مثلا المرحاض كيتعطل كيبقى ساعه نص ساعه وهذا غير عادو كيسمعوه مثلا بانه بحال باش ما كيزحم غادي كيدفع غادي عنده مشكل انه كيعاني وحتى هو ما كي طبعا ما كيشكيش من هذه المساله هذه كيقول لهم لا لا غير راه هذه ولكن هما مع الوقت كيضطروا انهم يجيبوه للطبيب وهنا كنعاينوا الحاله وكنديروا التشخيص وكنديروا العلاج الملائم باش نكمل الفكره ديالي دونك كاين تضخم مرتبط اساسا بالسن وهذا التضخم هذا في الاغلبيه الاحيان كيكون تضخم حميد كنعالجوه على حسب الحالات كما قلت سيداتي في الاول كيكون مجرد صعوبه ولكن الا ما كانش الدواء ولا ما كانش الجراحه بعد كيتولي تطور الانسداد الكلي الانسداد الكلي ديال التبول هو داك الشخص اللي كينوض مع 3 الصباح طافيين بالعربيه كيكون مبوشي مخنوق نقول داكور كيجيبوه للمستعجلات باش كيكون واحد التدخل كيكون عباره على واحد اننا كندير واحد الانبوب واحد لاستوند فيزيكال باش كنحاولوا نخويو داك المثانه البوليه وعاد كنحاولوا داك الساعات نعالجوا البروستات. دكتور هنايا بغينا نعرفوا واش غير التضخم ولا العامل ديال كبار السن غير هادو اللي اسباب ولا كاين اسباب اخرى اللي كتخلي الناس يطيحوا في هذا المشكل ولا يعانوا منه؟ هو في الحقيقه باش نكون واضحين في هذه النقطه بالنسبه للبروستات هناك مجموعه حيت هي واحد الغده معقده من حيث التكوينه ديالها ومن حيث التركيبه ديالها ومن حيث الموقع ديالها ولكن باش نرجع للنقطه ديالي الاساسي السبب الاساسي هو السن ولكن لا يمنع ان هناك اسباب اخرى ولكن اسباب كتساهم بواحد الطريقه ماشي كبيره جدا منهم مثلا الاستهلاك ديال الدهون الزيدان ديال الناس الكبار اللي دام غير مستحب لا بالنسبه للبروستات لا بالنسبه للقلب لا بالنسبه للشرايين فالدهون او الدهون او الاغذيه الغنيه بالدهون بالسعرات الحراريه هي غير مستحبه كذلك بالنسبه للبروستات كذلك استهلاك ديال اللحوم كذلك لا يجب استهلاك اللحوم بكثره لان تبين بان استهلاك اللحوم بكثره كيساهم بطريقه او باخرى في التضخم ديال هذه البروستات هذه كاين دونك الدهون وكاين اللحوم دكتور اللحوم كاين الدهون وكاين اللحوم كاين كذلك السيجاريت السيجاره التدخين التدخين ما خصش الانسان الا كان كيدخن خصو يقطع التدخين داكوغ وكاين خلاص بالنسبه للمنبهات كذلك كل ما هو قهوه اتاي كذلك امور كتساهم في هذا التضخم هذا ولكن كنرجع للسبب الاساسي هو السن هو عامل السن تبادير حيت ربما الانسان غادي يحترم هذه النقط هذه وسيفاجئ بانه وقع له مشكل ديال التضخم فكنرجع بان السبب الاساسي كيبقى هو التقدم في السن كسبب اساسي للتضخم ديال البروستات وحتى دكتور العلاقات الجنسيه اللي كتكون مع الازواج واش